إذن السلام عليكم ومرحبا بكم مع الجزء الثاني من المسألة من الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا سنة 2019 وفي هذا الجزء قال لتكون ي لتكون متتالية لتكون متتالية المتتالية. المعرفة كما يلي المعرفة كما يلي معرفة كما يلي يو يساوي واحد و يو زائد واحد يساوي اف يو ان لكل ان من ان لكل ان من ان السؤال الاول قال بين بالترجع الف بين بالترجع ان لكل ان من ان ان محصور بين او و واحد اذا على بركه الله نبدا كما تعلمون مراحل التراجع ثلاث اولا التحقق اذا من اجل اول قيمه من ان من اجل ان يساوي صفر لان ان تنتمي الى ان اذا اول قيمه هي صفر لدينا صفر يساوي واحد وهو عدد أصغر من إيه وأكبر من أو يساوي واحد ومنه ومنه العلاقة محققة من أجل أن يساوي صفر. الآن نمر للمرحلة الثانية نفترض أن محصور بين و أه وواحد ونبين ونبين أن n زائد واحد محصور بين U و 1 إذن لدينا حسب الإفتراض n محصور بين U و 1 ونعلم أن الدالة F تزايدية تزايدية حسب الجزء الأول من هذا المسألة تزايدية على المجال واحد زائد لا أي تزايدية على المجال المغلق واحد أو ومنه عند تطبيق اف على ال هذه المتفاوتتين نجد ان اف او ان محصورة بين اف او و اف لي واحد اذا نعلم حسب طبيعة المتتالية ومتسري الترجعية ان اذا نعلم ان أن ف لأن كتساوي أن زائد واحد ولدينا ف لأ -E حسب الخاصية أو حسب الدالة فإن ف -E تساوي أ e زائد واحد على اثنان ناقص لن أ -E زائد واحد على اثنان لن أ -E الكل مربع والتي تساوي أ e زائد واحد على اثنان ناقص او يعني ناقص ln يعني ناقص واحد ناقص واحد زائد واحد على اثنان هنا واحد مربع يعني واحد اذا تصبح نتيجة تساوي او هنا ناقص واحد على اثنان زائد واحد اثنان يساوي صفر وبالتالي اف أ تساوي أ و اف لواحد فهي تساوي واحد زائد واحد على اثنان ناقص ln واحد زائد واحد على اثنان ln واحد الكل أس اثنان هذه القيمة هي واحد زائد واحد على اثنان ناقص صفر زائد صفر وبالتالي تساوي ثلاثة على اثنان يعني أن f واحد تساوي ثلاثة على ثلاثة على اثنان إذا ومنه فإن هذا المتفاوتة هذا المتفاوتة اللي هي نجمة تصبح تصبح سأسميها نجمة كما قلت تصبح UN زائد واحد أصغر من أو تساوي أه وأكبر من أو تساوي 3 على 2 إذا إذا UN زائد واحد أصغر أو تساوي O أه بما أن 3 على 2 أكبر من أو يساوي 1 إذا فإن UN زائد واحد أكبر من من أو يساوي 1 إذا الخلاصة الخلاصة حسب البرهان بالترجع البرهان عفوا بالتراجع <applause> فان لكل ان من ان لكل ان من ان يو محصور بين او وواحد السؤال باء الان نمر الى السؤال باء ماذا قال بين ان يو بين ان يو متتاليه متتاليه تزايديه متتالية تزايدية إذا يكفي أن نبين أن يو زائد واحد إذن يكفي أن نبين أن يو زائد واحد أكبر من أو تساوي يو لكل لكل إن لكل إن من إن طبعا إذا لدينا لدينا حسب السؤال السابق أو حسب السؤال بالضبط السؤال رقم خمسة ألف لدينا اف ل ناقص x يساوي واحد على اثنان عامل لأن x ناقص واحد مربع هو أكبر من صفر ومنه f لx ناقص x أكبر من تساوي صفر لكل x من المجال صفر زائد لا نهاية إذن إذن اف ل اكس ناقص اكس اكبر من صفر يعني اف ل اكبر من اكس اكبر من اكس لكل اكس من المجال واحد او أه لان هذا المجال هو ضمن ضمن صفر زائد لا نهايه اذا اف ل ان فهي اكبر من او ان لكل او ان محصور بين و أه وواحد وهذي بين مزدوجتين إذا إذا يو ان زائد واحد اكبر من او تساوي يو ان ومنه ومنه يو ان تزايدية وبالتالي وصلنا إلى هذه النتيجة جيم استنتج أن يو ان متتالية متقاربة إذا جيم نستنتج نستنتج أن أُن متتالية متقاربة طبعاً بما أن بما أن أُن بما أن أُن متتالية تزايدية ومكبورة ومكبورة إذن لا بد أن نشرك مع الجملة متزايدية تزايدية ومكبورة بماذا مكبورة مكبورة بأو اختصار مباشرة يو ان متقاربة كونفيرجونت هذا الجزء الأول من هذا السؤال آه عفوا إذا هناك سؤال ثاني إذا هذا ليس سؤالا جزئيا وإنما سؤال كلي يعني سؤال مستقل جيم الآن سنذهب إلى السؤال رقم جوج السؤال رقم جوج قال أحسب نهاية المتتالية UN إذا سوف يعني لابد أن نتحقق من مجموعة من الشروط حتى نطبق خاصية هامة تهم نهاية المتتالية الترجعية معرفة على شكل آف لإي إن تساوي إن زائد واحد إذا أولا لدينا آف دالة متصلة على واحد إو كون هذا لا متصلة على المجال يعني المجال صفر زائد لا نهاية و لدينا اف ديال واحد أه فهو يساوي كما قلنا ثلاثة على اثنان او أه ضمن واحد او أه و متتالية و ان متتالية متقاربة من خلال هذه المعطيات و منه ان يعني تقبل تقبل نهاية ال وهي حل المعادلة f لx يساوي x يعني f لx ناقص x يساوي صفر ومنها f لx يساوي ناقص x يساوي صفر يعني واحد على اثنان قمنا بحساب ذلك في خامسا أليف إذا يعني أن واحد على إثنان عامل على إلين إكس ناقص واحد الكل مربع يساوي صفر ومنه إلين إكس ناقص واحد يساوي صفر ومنه إلين إكس يساوي واحد إذا إلين إكس يساوي إلين إو واحد نقولنا إلين إكس يساوي إلين إو واحد من الأفضل أن نترك إذا إلى آخر مرحلة ومنه إذا إكس يساوي إو وبالتالي وبالتالي L تساوي E أي أن نهاية UN عند زائد لا نهاية تساوي E بهذا نكون قد أنهينا المسألة نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله الذي سيكون تصحيحا لدرس أو تمرين عفوا الاحتمالات تمرين الاحتمالات في نفس الفيديو اذا كنتم جددا في القناه لا لا تنسوا الاشتراك وضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد ان شاء الله ودمتم متفوقين بحول الله